الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد: باب لا يقول عبدي وأمتي. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يقال، أو باب لا يقول عبدي وأمتي. لا يقول عبدي وأمتي، وذلك أن العبيد كلهم عبيد الله، والإماء إماء الله، فكلهم عبيد الله وكلهم إماؤه سبحانه وتعالى. ولهذا بوب رحمه الله لا يقول عبدي وأمتي، يعني لا يقول المالك لمن تحت يديه من الأرقة المملوكين عبدي، ولا يقول أمتي. وهذا فيه أن السنة النبوية حماية لحمى التوحيد وصيانة لجنابه جاءت بالنهي عن ألفاظ من باب تحقيق التوحيد وتتميمه، ففي الشريعة مراعاة لهذا الجانب، جانب الألفاظ. قال: لا يقول عبدي وأمتي، لا يقول عبدي وأمتي. وهذا النهي هو من باب تحقيق التوحيد، لأن في، وإن كان ليس مراداً ممن يقول ذلك، في هذا اللفظ إيهام المشاركة في الربوبية، المشاركة في الربوبية، فيقول عبدي ويقول أمتي، هذا اللفظ في إيهام لذلك. وإن كان من يقول ذلك لمن تحته من المماليك والأرقة لا يقصد هذا المعنى، لكن لما كان اللفظ فيه هذا الإيهام جاءت الشريعة بالمنع منه والنهي عنه، صيانة لمقام التوحيد حتى في ماذا؟ الألفاظ. صيانة لمقام التوحيد حتى في الألفاظ. قال رحمه الله تعالى: في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك وضي ربك، لا يقل أحدكم أطعم ربك وضي ربك، يعني لا يقال للمملوك في الأمر، في أمره بخدمة سيده ومالكه، لا يقال أطعم ربك، يعني أحضر الطعام لمالكك وسيدك، ولا يقال وضي ربك. فالإنسان، كل إنسان مربوب لله، كل إنسان مربوب لله، ما مدبر بأمر الله سبحانه وتعالى، وكل إنسان أيضا مطلوب منه أن يخلص دينه لله عز وجل، ويحقق العبودية لله عز وجل ذلا وخضوعا. ومن هذا التحقيق ما جاءت به الشريعة من نهي عن ألفاظ لما يخشى فيها من إيهام المضاهاة، لما يخشى فيها من إيهام المضاهاة لمقام الربوبية، ولما فيها من التشريك في اللفظ لا في القصد،
ولما فيها من التشريك في اللفظ لا في القصد، فنهي عنها. وإن كان في اللغة يطلق الرب ويراد به الصاحب، يقال رب الإبل ورب البيت ورب الدار ورب الماشية، أي صاحبها صاحبها. لكن هنا في 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 هذا المقام حسما لمادة التشريك بين الخالق والمخلوق وتحقيقا للتوحيد حتى ومنعا من الشرك وتحذيرا من حتى في اللفظ، منع من ذلك، منع من ذلك. وما لا ما لا فيه أو ما ليس فيه إيهام ذلك، ما ليس فيه إيهام ذلك مثل الجمادات ونحوها، لما يقال رب الدار ورب الإبل أو نحو ذلك، هذا ما لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه. قال وليقل سيدي ومولاي، وليقل سيدي ومولاي، لا يقول أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، وليقل سيدي ومولاي. والسيد من السيادة بمعنى الرئاسة، مقصود بها الرئاسة، الرئاسة لما تحت يده من مماليك. ولهذا يسمى الزوج سيدا، فألفيا سيدها أي زوجها لدى الباب. والمولى قال ومولاي، المولى هو كثير التصرف، من عنده تصرف في ولاية في كذا يقال له مولى، لما عنده من ولاية أمر وتصرف فيه إصلاحا ونحو ذلك. قال وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، مثل ما ترجم الشيخ قال باب لا يقول عبدي وأمتي. والنهي عن أن يقول عبدي وأمتي لأن الكل عبيد الله، والكل كل الرجال عبيد لله، وكل الإناث إماء لله سبحانه وتعالى. فلا يقول عبدي وأمتي لما فيه من إيهام المضاهات في الربوبية والمشاركة في الربوبية، فنهي عن ذلك صيانة للألفاظ. وإن كانت المقاصد سليمة، لكن الشريعة جاءت بنصوص مر معنا كثير منها، كلها عناية بالألفاظ وإصلاح للمنطق حتى يكون سليما، ليس فيه تجاوز أو مخالفة أو تعد. قال ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، مقتضى إذا قال عبدي أن له عبودية، لكن ولا يقصد ذلك، ويقصد مملوكي من تحت ملك يميني، هذا المقصود، لكن اللفظ يقتضي ذلك. والذي يقول عبدي، الذي يقول عبدي هو أصلا هو العبد، هو عبد لله سبحانه وتعالى، هو متعبد لله عز وجل بالذل والخضوع. فإدخال مملوكة تحت هذا الاسم، إدخال المملوك تحت هذا الاسم يقول عبدي، يوهم التشريك في اللفظ، فمنع منه تحقيقا لمقام التوحيد. قال وليقل فتايا وفتاتي وغلامي، بدل عبدي وأمتي يقول فتايا وفتاتي وغلامي، يقول ذلك، هذا لا إشكال فيه. ومما يستفاد من هذا الحديث ومر معه معنا نظير له، أن من السنة عندما ينهى الناس عن ألفاظ فيها إشكال يذكر لهم في الوقت نفس اللفظ البديل الذي لا إشكال فيه، وهذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، والقرآن كذلك، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، نهى عن اللفظ الذي فيه إشكال وذكر اللفظ البديل له الذي لا إشكال فيه، الذي لا إشكال فيه. ومر معنا لا النهي عن أن يقول ما شاء الله وشئت، وأن يقول والكعبة، قال قولوا ما شاء الله ثم شئت، وقولوا ورب الكعبة،
ففي السنة كثير أمثلة على ذلك، لما ينهى عن أمر لما فيه خطأ أو لما فيه من إشكال ينهى عنه ويذكر البديل المناسب نعم له. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى النهي عن قول عبدي وأمتي. نعم، النهي عن قول عبدي وأمتي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث قال: لا يقول أحدكم عبدي وأمتي، لما في هذا اللفظ من إيهام التشريك في الربوبية، والكل عباد الله، كل الرجال والذكور عباد الله، وكل الإناث إماء لله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: الثانية لا يقول العبد ربي أو يقال له أطعم ربك. نعم، لا يقول العبد ربي ولا يقال له أطعم ربك، هو نفسه لا يقول لما يخاطب مالكه ولا يقول ربي، وأيضا من يخاطب المملوك لا يقال له اخدم ربك أو أطعم ربك أو وضع ربك أو أحضر لربك كذا أو نحو ذلك، لا يقال لا يقال ذلك، لأن الرب على الإطلاق هو الله سبحانه وتعالى، ولما في هذا اللفظ من إيهام منع منه. وأيضا في جانب آخر هو مراعاة الأدب، مراعاة الأدب مع الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: الثالثة تعليم الأول قول فتاي وفتاتي وغلامي. نعم، تعليم الأول بدلا أن يقول عبدي وأمتي أن يقول فتاي وفتاتي وغلامي، وهذا مثل ما أشرت يستفاد منه عندما ينهى عن أمر فيه خطأ أو فيه إشكال يذكر البديل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: الرابعة تعليم الثاني قول سيدي ومولاي. نعم، الثاني أي الذي جاء في أول الحديث، وهو لا يقول أطعم ربك وضع ربك، والعبد نفسه لا يقول لمالكه ربي، بل يقول سيدي ومولاي، سيدي ومولاي. نعم. قال رحمه الله: الخامسة التنبيه للمراد وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ. انظر النصح العظيم من هذا الإمام رحمه الله، يعني في عقده لهذه الترجمة يعقد هذه الترجمة نصحا للعباد، ورأيتم كيف جمع أبواب كثيرة من هذا القبيل كلها يساعد عباد الله المؤمنين أن تكون ألفاظهم ليس فيها ألفاظا فيها خلل في التوحيد أو نقص. ولهذا يقول في بيان مقصود هذه الترجمة: تنبيه للمراد، تنبيه المراد وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ، حتى في الألفاظ، حتى تبقى ألفاظ الإنسان منطقه ليس فيه خلل. ونوع رحمه الله تعالى أبوابا عديدة في ذلك، كله معاونة للناس بجمع هذه الأبواب حتى تبقى الألفاظ ماذا؟ نظيفة سليمة، ليس فيها ما يخدش أو نعم يخدش في مقام التوحيد العظيم. نعم. بقي علينا مسائل باب سابق. بقي شيء؟ مسائل باب سابق. طيب، ما في بأس. أي باب؟ باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. هذا ما قرأت المسائل؟ أي نعم. طيب، يجوز لأن نقرأها؟ استدرك. بسم الله. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى تحريم كل اسم معبد لغير الله. قال رحمه الله تعالى: تحريم كل اسم معبد لغير الله، وهذا محل إجماع بين أهل العلم لما في ذلك من الإشراك مع الله عز وجل في التعبيد، تعبيد الناس لتعبيد العبيد للعبيد، تعبيد العبيد للعبيد، وإنما يعبدون للمعبود سبحانه وتعالى. فهذا محل إجماع بين أهل العلم أنه يحرم كل اسم معبد لغير الله، كعبد الرسول أو كعبد النبي أو كعبد الكعبة أو
عبد الحسين أو غير ذلك، هذا كله محرم بإجماع أهل العلم. نعم. قال رحمه الله: الثانية تفسير الآية. الأمر أو المسألة الثانية تفسير الآية، أي قول الله عز وجل: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، وتفسيرها تقدم. نعم. قال رحمه الله: الثالثة أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها. أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها، تسمية أي عبد الحارث، قال سمي عبد الحارث، لم يقصد حقيقتها أن ولدهم يكون عبدا للحارث أي يعبده، لا هذا ليس هو المراد، وإنما اللفظ التسمية. ولهذا الشرك الذي حصل في الطاعة، الطاعة في التسمية، في التسمية. ولهذا يقول الشيخ: هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقته. إذن هذا داخل في باب ماذا؟ منع الشريعة من ألفاظ كثيرة لم تقصد حقيقتها لما فيها من خلل، لما في اللفظ نفسه من خلل ومخالفة. وهذا أيضا يعالج مشكلة عند كثير من الناس عندما يناصح في أمر يقول: لا أنا قصدي سليم. الحمد لله، يعني سلامة القصد هذا خير عظيم، لكن أيضا الشريعة تطلب من المكلف مع سلامة قصده أن يكون كذلك لسانه سليما. وهنا هذا الشرك، الشرك الذي هنا جعل له شركاء، الشرك في تسمية لم تقصد حقيقته، تسمية لم تقصد حقيقتها. نعم. قال رحمه الله: الرابعة أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم. أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم، هذا استنباط من الشيخ رحمه الله، لأن قوله فلما آتاهما صالحا، لما آتاهما صالحا أي مولودا سويا سليما، ليس فيه قرن مثل ما في التوعد من يكون قرن أيل أو يكون على صفة بهيمة أو غير ذلك. فقال فلما آتاهما صالحا، فلما آتاهما صالحا أي مولودا سليما. فقال الشيخ أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم، من النعم، لأن قال فلما آتاهما صالحا وهبهما صالحا، من عليهما بصالح، المقصود بصالح أي سوي، ليس فيه عيب في خلقته أو مشابهة لبهيمة في خلقته أو له قرون أو نحو ذلك. فلما آتاهما صالحا هذا يتناول الذكر والأنثى، الذكر والأنثى. قال أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم. وفي أواخر الشورى قال: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. نعم. قال رحمه الله: الخامسة ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة. قال ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة، لأن مر معنا في الأثر عن مجاهد قال: شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. هذا ما هو؟ قتادة يقول: شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. قال ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة. الشرك في الطاعة التي كان في التسمية هذا الشرك في الألفاظ، والشرك في العبادة هذا الشرك الأكبر الناقل من الملة، ففرق بين الشركين. نعم. قال المصنف رحمه الله: وهذا الآن يعني يذكر اعتذارا للأبوين على قول ماذا؟ اعتذار للأبوين آدم وحواء على القول الذي جاء في عدد من الآثار أن المقصود فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، أن المراد بذلك آدم وحواء، آدم وحواء.
فمن باب الاعتذار للأبوين يعني يذكر بعض السلف أن هذا في اللفظ في 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 التسمية وليس في حقيقة الحقيقة العبودية في حقيقة العبودية. ومر معنا اختيار ابن كثير رحمه الله وأيضا ابن القيم رحمه الله أن هذا استطراد في الذرية ليس من فعل الأبوين وإنما من فعل الذرية. وما يدل على ذلك ختم الآية بقوله فتعالى الله عما يشركون فتعالى الله عما يشركون. نعم. قال المصنف رحمه الله: باب لا يرد من سأل بالله. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. ثم قال رحمه الله تعالى: باب لا يرد من سأل بالله. لا يرد من سأل بالله، يعني ما من سأل أخاه بالله، كان يقول له: أسألك بالله أن تفعل كذا، أو أن تعطيني كذا، أو نحو ذلك. قال: لا يرد من سأل بالله. لا يرد من سأل بالله، والمنع من ذلك من باب التعظيم لله، من باب التعظيم لله عز وجل والإجلال لجنابه سبحانه وتعالى. فإذا سئل بالله يجعل لهذا السؤال اعتبار تعظيم للرب الذي سئل به، تعظيما للرب سبحانه وتعالى الذي سئل به، وإجلالا لجنابه سبحانه وتعالى. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه. استعاذ بالله يعني من استعاذ بالله فأعيذوه، كان يعني يحصل له مثلا من شخص أذى، يحصل له شخص من أذى من شخص، أو يخاف من شخص فيقول: أعوذ بالله منك. ما معنى أعوذ بالله منك؟ يعني التجأت إلى الله واعتصمت بالله ألا تؤذيني، ألا تؤذيني. فهذا الذي استعاذ بالله استعاذ بالعظيم سبحانه وتعالى، فينبغي لمن سمع ذلك أن يكف تعظيما لمن؟ تعظيما لله عز وجل الذي استعاذ به هذا الشخص. قال: من استعاذ بالله فأعيذوه. من استعاذ بالله فأعيذوه. فإذا قال: أعوذ بالله منك، أو أعوذ بالله من شرك، فأعيذوا أي امنعوا الشر عنه، امنعوا الشر عنه وكفوا عنه تعظيما لاسم الله سبحانه وتعالى. ومن سأل بالله فأعطوه. معنى سأل بالله يعني يقول الأخ لأخيه أو الرجل لصاحبه: أسألك بالله أن تعطيني كذا، أو أسألك بالله أن تفعل كذا، أو نحو ذلك، أو أن تساعدني في كذا، أو نحو ذلك. فيقول عليه الصلاة والسلام: ومن سأل بالله فأعطوه. وهذا فيه أنه يجب إعطاؤه تعظيما لله سبحانه وتعالى. لكن كما بين العلماء يعني هذا فيه تفصيل، هذا فيه تفصيل. فإذا سأل بالله حقا هو له أصلا، يعني له مثلا في ذمة شخص دين وصار يطلبه أكثر من مرة أن يسدد الدين، ثم قال له: أسألك بالله إذا كان عندك مال أن تعطيني حقي، أنا محتاج إليه، يجب عليه أن يرد. هو أصلا واجب عليه بدون ذلك، ويعظم الوجوب بماذا؟ بسؤاله له بالله. فإذا كان لحق له كما مثلت بالمثال الذي مر،
أو مثلا كان مضطرا محتاجا ويسأل أخاه شيئا من فضل ماله زائد عن حاجته شيئا يتبلغ به محتاجا، فهذا أيضا يجب أن يعطيه، مثل أن يكون السائل مضطرا. أما إذا كان في هذا السؤال في هذا المطلوب إضرار بالشخص مضر عليه، لا يجب عليه أن يعطيه، لا يجب عليه أن يعطيه. مثل الآن لو شخص جاء لصاحبه وقال أسألك بالله أن تعطيني سيارتك، أو قال أسألك بالله أن تعطيني بيتك، هذا إضرار به، هذا إضرار به، ومثل هذا لا يجاب، مثل هذا لا يجاب ولا يدخل في الحديث. ولهذا أهل العلم يقولون ما لم يسأل يعطى ما لم يسأل شيئا لا حق له فيه، شيئا لا حق له فيه. ومن باب أولى إذا كان الشيء الذي سأل فيه معصية لله، باب أولى إذا كان الشيء الذي سأل فيه معصية لله عز وجل، فهذا أيضا لا يجاب، لا يجاب ولا كرامة. يسأل بالله في شيء هو معصية لله عز وجل، هذا لا يجاب ولا كرامة. قال ومن سأل بالله فأعطوه، وهذا موطن الشاهد من ترجمة، قال لا يرد من سأل بالله. والعلة في أنه لا يرد أن رده من عدم الإعظام لله، من عدم الإعظام لله والإجلال، ضعف الإعظام في القلب والإجلال لله، لأنه من كان له في قلبه لله في قلبه تعظيم وإجلال، إذا سمع هذا السؤال يؤثر فيه التأثير العظيم. قال ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، من دعاكم أي إلى طعام أو إلى وليمة أو نحو ذلك، قال فأجيبوه. ومن صنع إليكم معروفا فكافئوا، من صنع إليكم معروفا فكافئوا، يعني وقف مع إنسان في محنة له أو مصيبة وعاونه ساعده، قدم له الدعم والمعونة، أعطاه مال، أعطاه رأي، أرشده إلى طريق. صنائع المعروف كثيرة، صنائع المعروف تقي مصرع السوء، فيها خير عظيم للعبد. فهنا يقول عليه الصلاة والسلام من صنع إليكم معروفا فكافئوه، هذا في ملاقاة الإحسان بالإحسان والمعروف بالمعروف، من صنع إليكم معروفا فكافئوه، يعني كافئوه بمثل ما أحسن إليكم أو بأحسن مما أحسن إليكم. وهذا باب منافسة في تبادل الإحسان بين المؤمنين. قال فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له، لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له، هذا في حق من لم يجد المكافأة ولا يتمكن من المكافأة بمثل إحسان المحسن أو قريبا منه أو أحسن، فيدعو له على حسب معروفه. وكأنه عندما دعا حيث لم يتمكن من المكافأة، قصر عن المدافع المكافأة ولم يتمكن منها، أحال في المجازات إلى الله عز وجل، فدعا الله أن يجزيه، دعا الله أن يجزيه، فحال إلى الله لأنه ما صار عنده شيء، فأخذ يدعو الله سبحانه وتعالى له. وأفضل ما يدعى به في هذا المقام أن يقول جزاك الله خيرا، أو جزاه الله خيرا إن كان غائبا، وإن كان حاضرا يقول جزاك الله خيرا، هذا أفضل ما يقال، أفضل ما يقال. وقد ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء، فقد أبلغ في الثناء.
وجزاك الله خيرا، هذه كلمة فخمة كبيرة عظيمة جدا، لأن التنكير في خيرا يحوي ما لا يخطر بالبال، والله فضله واسع سبحانه وتعالى. ولهذا بعض الناس يظن أنه يحسن وهو بما يظن أنه يحسن حصر يعني عموما فيه خير عظيم. بعضهم يقول جزاك الله ألف خير، جزاك الله ألف خير، يظن أنه بالغ في الإحسان، وما أدري أن جزاك الله خيرا ماذا أعظم من ذلك، لأن الآن قيدها بألف، لكن جزاك الله خيرا هذه واسعة، واسعة جدا. ولهذا يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لو يعلم الناس ما في جزاك الله خيرا من الفضل لأكثر بعضهم من قولها لبعض، لأكثر بعضهم من قولها لبعض. ولهذا يعني كثير منا يغفل عن ذلك، يأتي بألفاظ يعني مثلا يقول شكرا، شكرا يا أخي، لا، قل له جزاك الله خيرا، هذا أبلغ في الثناء وأبلغ في الدعاء، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: فقد أبلغ في الثناء. قال: فإن لم تجدوا ما تكافئون فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه، فادعوا له حتى تروا أنكم كافأتموه. هذا فيه حث ماذا؟ حث على كثرة الدعاء له، يعني ما ليس فقط وقت المعروف يقول جزاك الله خير، بل يبقى كل ما يستشعر هذا المعروف ويتذكر يدعو له. ولهذا بعض الموفقين من عباد الله صنع فيه معروف، فسبحان الله يعرف منه الدعاء لمن صنع له المعروف إلى أن توفي وهو ما انقطع عن الدعاء له، وخاصة بعض المعروف الذي له وقع وله أثر في تفريج كربة أو نحو ذلك. فقول حتى تروا أنكم قد كافأتموه، وأيضا تروى بالضم تروا أي تظنوا، ورواية الفاتح تروا أي تعلموا، قد جاء في رواية لأبي داود تقوي رواية الفتح، حتى تعلموا في رواية لأبي داود حتى تعلموا أنكم قد كافأتموا، وهذه يناسبها حتى تروا أي تعلموا أنكم قد كافأتموا. فالمقصود الإكثار، مقصود الإكثار من الدعاء له. نعم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: إعاذة من استعاذ بالله. إعاذة من استعاذ بالله لما تقدم في الحديث: من استعاذ بالله فأعيذوه، إعاذته أن لا يتعرض له بأذى، إعاذته أن لا يتعرض له بأذى، إذا قال أعوذ بالله منك، أعوذ بالله من شرك، أو أنا عائذ بالله منك، فالواجب أن يكف عنه ولا يتعرض له بأذى. نعم. قال رحمه الله: الثانية: إعطاء من سأل بالله. إعطاء من سأل بالله، إعطاء من سأل بالله، من سألكم بالله فأعطوه، إعطاء من سأل بالله. لكن إذا كان في مضرة، إذا كان في مضرة، هنا تعمل قاعدة الشريعة في الحديث الذي هو قاعدة من قواعد الشريعة: لا ضرر ولا ضرار. نعم. قال رحمه الله: الثالثة: إجابة الدعوة. نعم، إجابة الدعوة لقوله: من دعاكم فأجيبوه، إذا لم يكن في ذلك إشقاق على الإنسان أو مانع يمنع من ذلك. نعم. قال رحمه الله: الرابعة: المكافأة على الصنيعة. المكافأة على الصنيعة، الصنيعة هي المعروف، صنائع المعروف، الصنيعة أي صنائع المعروف، فالمكافأة عليها كما قال عليه الصلاة والسلام: فكافئوا، فكافئوا، يعني إن كنتم مستطيعين على ذلك، قادرين على ذلك. نعم. قال رحمه الله: الخامسة: أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه. نعم، أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه،
ما عنده شيء يستطيع أن يقدمه لمن أحسن إليه فيكافأ بالدعاء، فالدعاء لمن لم يقدر يعد مكافأة، فقد قال عليه الصلاة والسلام فإن لم تجدوا ما تكافئوا فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. بماذا كافأتموه؟ بالدعاء. حتى تروا أنكم قد كافأتموه أي بالدعاء، فالدعاء مكافأة، دل الحديث على أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه. قال رحمه الله: السادسة قوله حتى تروا أنكم قد كافأتموه. نعم، تروا أنكم قد كافأتموه إن كانت بالفتح فهي بمعنى تعلموا، تروا أي بمعنى تعلموا، ويقوي هذا رواية أبي داود حتى تعلموا أنكم قد كافأتموه، وإن كانت بالضم فالمعنى تظنوا، تروا أي تظنوا أنكم قد كافأتموه. نعم. قال رحمه الله: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود. قال: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، وهذا أيضا فيه مراعاة الإجلال ولا التعظيم لله سبحانه وتعالى، أن يسأل بوجهه العظيم سبحانه وتعالى أشياء من متع الدنيا الزائلة، فينبغي على الإنسان أن يعظم وجه الله، أن يعظم وجه الله سبحانه وتعالى. ولما يسأل شيء من أمور الدنيا، شيء من أمور الدنيا، أرأيتم الآن أنا سأضرب مثلا لكم يجلي المعنى، أرأيتم لو أن شخصا أراد أن يطلب قلما من صاحبه، قلما، وقال: أسألك بوجه الله أن تعطيني القلم. يعني ينبغي أن يعظم وجه الله، أن يعظم وجه الله، فيسأل بوجه الله الجنة، الجنة أو ما يقرب إلى الجنة، يسأل بوجه الله الجنة أو ما يقرب إلى الجنة، فيقول: اللهم إني أسألك بوجهك الكريم الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، يسأل الجنة أو ما قرب إليها من الأعمال. فذكر الجنة هو للتنبيه إلى الأمور العظيمة، ما يأتي إلى شيء بسيط ويسأل بوجه الله سبحانه وتعالى. قال: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. الآن لما يكون المطلوب، لما يكون المطلوب أمرا دينيا تنال به الجنة لا يشملها نهي، ولما يكون مطلوب الجنة ونعيم الجنة لا يشملها نهي، النهي عن السؤال بوجه الله. وأما إذا كان من أمور الدنيا يعظم وجه الله، يعظم وجه الله سبحانه وتعالى. وأورد حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. وهذا أورده أبو داود رحمه الله في كتابه السنن في باب كراهية المسألة بوجه الله تعالى، باب كراهية المسألة بوجه الله تعالى، تحت هذا الباب أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. والجنة هي غاية المطالب، ودخولها هو الفوز المبين وهو الفوز العظيم، فلا يسأل بوجه الله إلا الجنة أو الأعمال التي توصل إلى الجنة، أو الأعمال التي توصل إلى الجنة.
إذن الحديث يتضمن المنع من أن يرسل بوجه الله حوائج الدنيا ومتع الدنيا إعظاما لله وإجلالا له سبحانه وتعالى. وهذا الحديث الذي رواه أبو داود تكلم فيه من حيث الإسناد، من أجل رجل في الإسناد يقال له سليمان بن قرم، قال سليمان بن قرم، ضعفه عدد من الأئمة. والحافظ بن حجر في تلخيص أقواله للعلم في شأن هذا الرجل قال سيء الحفظ، سيء الحفظ. ومن كان كذلك روايته لا تكون معتبرة بسبب ما عرف من ضعفه وسوء حفظه، فالحديث متكلم فيه. لكن المعنى الذي جاء في الحديث متقرر، أن وجه الله عز وجل يعظم، فلا يسأل بوجهه إلا الأمور العظيمة، الجنة هو ما قرب إليها من قول أو عمل. ولهذا المعنى نفسه هو متقرر عند السلف من الصحابة ومن اتبعهم بإحسان، المعنى متقرر. ولهذا جاء في آثار صحيحة من بعض الصحابة وبعض التابعين وأئمة العلم فيها تقرر هذا المعنى عندهم. مثلا جاء عنك سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال كان رضي الله عنه لا يسأل أحد بوجه الله إلا أعطاه، كان لا يسأل أحد بوجه الله إلا أعطاه، وكان يكرهها ويقول هي الإلحاف، كان يكرهها ويقول هي الإلحاف. الإلحاف مرة في يعني جاء في الحديث في مسلم وغيره، قال عليه الصلاة والسلام لا تلحفوا في المسألة، لا تلحفوا في المسألة، قال هي الإلحاف، الإلحاف في المسألة. هل فهمتم؟ الآن لما شخص يقول لك يا أخي أعطيني، ثم يعيد عليك مرة ثانية يا أخي أعطيني، ثم يعيدها ثالثة يا أخي أعطيني، هذا ما هو؟ إلحاف، يكرر. طيب إذا قال لك مرة واحدة أسألك بوجه الله أن تعطيني، هذا ماذا يكون؟ هذا إلحاف، مثل ما قال سلم، هذا إلحاف. أيهما أهون عليك يا من تعظم وجه الله سبحانه وتعالى؟ أيهما أهون عليك، مرتين وثلاث وأربع يطلب منك إلحافا في المسألة، أو يقول مرة واحدة أسألك بوجه الله؟ قال هذا إلحاف، هذا من الفقه العظيم. والإلحاف في المسألة منهي عنه. من أجل أن تفهم هذا المعنى قارن بين شخص كرر مرات عديدة أسألك أن تعطيني، أسألك، كررها مرات، وبين شخص قال مرة واحدة أسألك بوجه الله أن تعطيني. فهذا قال كان يكره ذلك ويقول هي الإلحاف. ما معنى هي الإلحاف؟ أي المنهي عنه، بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تلحفوا في المسألة، لا تلحفوا في المسألة. وكان طاووس يكره أن يسأل الإنسان بوجه الله، يكره أن يسأل الإنسان بوجه الله. وجاء أيضا في الأثر أن رجلا جاء إلى عمر بن عبد العزيز يسأله حاجة، فقال الرجل لعمر بن عبد العزيز أسألك بوجه الله، فقال ويحك، ألا سألت بوجه الله الجنة؟ ألا سألت بوجه الله الجنة؟ المعنى متقرر عند السلف. أيضا عطاء بن أبي رباح قال بلغنا أنه يكره أن يسأل الله شيئا من الدنيا بوجهه، أن يسأل الله شيئا من الدنيا، شيئا من الدنيا بوجهه، يعني أن يقول اللهم أني أسألك بوجهك الكريم أن تعطيني كذا من متع الدنيا. قال بلغنا أنه يكره أن يسأل الله تعالى شيئا من الدنيا بوجهه. فالمعنى متقرر، معنى متقرر. فكون الحديث في سنده كلام، مع أن بعض أهل العلم من قواه وصححه
فإذا قيل أن الحديث غير ثابت فالمعنى نفسه هذا متقرر عند السلف، وأيضا له ما يشهد لصحة هذا المعنى، أن وجه الله عظيم فلا يسأل به إلا الجنة والأمور العظيمة وما قرب إليها من قول أو عمل. قول إلا الجنة هذا ليس للتخصيص وإنما للتنبيه، لا يسأل بوجه الله إلا الشيء العظيم، الجنة وما قرب إليها أو ما كان وسيلة إلى الجنة. نعم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى النهي عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب. النهي عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب، ما قال الشيخ إلا الجنة، عبر بما يدل عليه معنى الحديث، غاية المطالب أي المطالب العظيمة، الجنة أو ما يقرب إليها أو الزحزح عن النار. نعم. قال رحمه الله: الثانية إثبات صفة الوجه. نعم، إثبات صفة الوجه. قال: لا يسأل بوجه الله، فهذا إثبات في إثبات صفة الوجه، وهي من الصفات الذاتية الثابتة لربنا سبحانه وتعالى على الوجه اللائق بجلاله وكماله وعظمته، على حد قوله سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في اللو، وقول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، الآية. نعم. وقوله: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، الآية. قال رحمه الله تعالى: ما باب ما جاء في اللو، أي من النهي عن استعمال لو إذا استعملت في مقام المعارضة لأقدار الله، في مقام المعارضة لأقدار الله، يعني في الأمور المكروهة، المصائب التي تصيب الإنسان، لا يقول لو، لأن لو فيها معارضة للقدر، وهي أيضا من عمل الشيطان كما سيأتي. مثلا شخص سلك طريقا، فلما سلك الطريق حصل له حادث في الطريق، لا يجوز له أن يقول لو أني ما جئت من هذا الطريق، أنا كنت أفكر أن أذهب مع طريق الفلاني لكن جئت من هذا، لو ما جئت لا أفتح لو، لأن لو تفتح عليه باب الشيطان، وفيها نوع اعتراض على القدر. ماذا تصنع هذه لو؟ الآن هذا قدر أمضاه الله، قدر الله نافذ، ماذا تصنع هذه لو التي تقولها؟ فإذا قولها في نوع من المعارضة للقدر، فلا تقال لو في الأسى على ما فات وما لا يمكن استدراكه لما في ذلك من المضادة لكمال التوحيد. لكن استعمال لو في القرب، التمني للخير، هذا باب آخر لا يدخل فيه، مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام: لو استقدمت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمره، هذا باب قرب ما يدخل في النهي. ما يأتي قائل ويقول كيف الآن فيه نهي عن اللو وجاءت في الأحاديث، فينظر في ما الذي جاءت فيه. ولهذا لو لا تستعمل في تلهف على شيء فات من أمور الدنيا، أو أيضا في مصيبة حلت، يعني لا تلهف على شيء فات، كان يعني مثلا دخل في تجارة وفشلت، يقول لو أني ما دخلت في هذه التجارة، فلان قال لي كذا أحسن، لو دخلت كذا أحسن، لو أنني ما دخلت لربحت هناك، هذه كلها معارضة للقدر، خلاص هذا قدر، قل قدر الله ما شاء فعل، هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم
كما سيأتي في الحديث. أورد الشيخ آيتين تدلان على المنع من لو في هذا المقام. الأولى قول الله عز وجل: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، ما قتلنا هاهنا. هذه الكلمة لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قال هذه المقالة المنافقون في غزوة أحد، وهذا في معارضة للقدر، فيها معارضة للقدر، ولهذا الله عز وجل رد عليهم هذه المعارضة للقدر بقوله: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. هذا رد لمعارضتهم للقدر بلو، لما قالوا لو كان لنا من أمر شيء ما قتلنا هنا، هذه معارضة للقدر، فرد الله عليهم بقوله: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. والمعنى أن هذا شيء قدره الله وكتبه، وما قدره الله عز وجل وكتبه كان ووقع طبقا لما قدر لا محالة. فهذا يدل على المنع في من لو في مثل هذا المقام، الذي هي لا تجدي شيء، وإنما تدخل على قائلها حزنا وألما وغصصا بلا فائدة ولا جدوى. لكن لو قال: قدر الله وما شاء فعل، قدر الله ما شاء فعل، لا لا لا، كان في ذلك تحقيق للإيمان بالله والإيمان بأقداره سبحانه وتعالى. ومن لا يؤمن بالقدر يهلك، ومن لا يستحضر الإيمان بالقدر في مثل هذه المقامات يمرض. لكن الإيمان بالقدر سلوى للإنسان. قدر الله ما شاء فعل. أحد الرحالة من الكفار قديما كان جاء إلى أرض الجزيرة، ومر في طريقه على رعاة الأغنام والإبل، خيام وأغنام، فمرة مر بمنطقة فيها أغنام وخيام وأشياء من هذا القبيل، فجاءت ريح عاتية شديدة قلعت الخيام وتشتت الأغنام، فالتقى بعد هدوء الريح بأصحابه وخيامه اقتلعت وأغنامه تشتتت، مصيبة عظيمة جدا. فذهل، يقول: ما زادوا على قدر الله ما شاء فعل، ما زادوا على قدر الله ما شاء. وقال: ونفوسهم راضية ومطمئنة. غيرهم من غير المؤمنين أو ما عنده قوة الإيمان بالقدر يمرض في مثل هذه الأمور، لكن المؤمن إيمانه بأقدار الله سبحانه وتعالى سلوة له في المصائب، إضافة إلى ما يرجوه من موعود الله وعظيم فضله سبحانه وتعالى. قال: وقوله الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، هذه مثل التي قبلها، وهذا من قول المنافقين لمن خرج مع النبي عليه الصلاة والسلام. المنافقين الذين قعدوا في المدينة وما خرجوا قالوا لمن خرج: لو أطاعونا ما ماتوا وما قتلوا، لو أطاعونا ما قتلوا. فالرد عليهم مثل الرد على الأولون: قل فادروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. إن جاء الموت قدره الله عز وجل وقع أينما كان العبد، مثل ما قال الله تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت، أينما تكونوا يدرككم الموت. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. الآن يعني الشيء الذي يفر منه الإنسان وهو خلفه يلحقه، يعني يؤمل أنه يفر ويحصل فرار، لكن الشيء الذي يخافه ويلاقيه قال فيعكس، انظر يعني المعنى العظيم في الآية، قال: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. فأين المفر والرب الطالب سبحانه وتعالى؟ فقالوا الذين قالوا لإخوانهم مقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا،
رد عليهم الله عز وجل مقولتهم هذه بقوله قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. نعم. قال رحمه الله في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. يؤجل هذا اللقاء القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. وأنبه أن غدا الأربعاء وكذلك أيضا الخميس لا يوجد درس، إن شاء الله موعدنا الأحد القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخره علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك واجعل عمله في رضاك وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة على رعاياهم. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.